السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 140 اللي هو غالبا اخر بودكاست ديال هذه الولايات التشريعيه، حيت كما قلت لكم راه ما غنعاودش نترشح وبدات الحمله. دابا كنحس لا البرلمانيين لا السياسيين الاخرين لا السياسيين ديال فكره اليسار، وهذا الشيء عادي ونورمال زعما يدار الحمله. دونك انا باش ما نشوش على حد، صافي بركه هاد الاليه اللي لقيت انا كاليه للمحاسبه، ممكن لكم ترجعوا لها تشوفوا كاع الامور اللي درت خلال الولايه، كاينه في البلوك، كاينه في لاشين يوتيوب، كاين في الفيسبوك. مرحبا لي كومونتير ديالكم، مرحبا مرحبا. بالمناسبه هالمرشحين انا اللي هنصوت عليهم بعدا، عمر الحياني على المستوى المحلي اللي كان في الفريق ديال اكدار رياض، دوك برافو عمر، بعدا شخص سياسي زعما اللي عنده طموح حقيقي لمدينه الرباط ويستاهل يكون عمده مدينه الرباط، انا كنقولها بدون مجامله. وكذلك المرشحه اللي هتاخذ الترشح على وكيله اللائحه ديال فدرات اليسار الديمقراطي في دائره المحيط هي مريم بن خويا، انا هنصوت عليها، قلت لها هي ترشح وتشكل اللائحه ديالها في الدائره. فوالا، دونك هذا البودكاست، هذا بودكاست رقم 140، شنو وقع هاد الاسابيع الاخيره؟ كاين عدد ديال الجلسات اللي كنحضر ليها، جلسات ديال مساءله الحكومه، ما عندناش مع الاسف الحق في الكلام، ولا يلاه خمسه ثواني كناخذوها مره، ولكن كاين الاسئله الكتابيه، انا طرحت عدد الاسئله ممكنكم تلقاوها في البلوغ، ومنها هذا السؤال موجه للسيد وزير الثقافه اللي هو شويه بون حشومه كاع هذا السؤال نطرحه، ولكن كاينش الانترنت في المكتبه الوطنيه، هذا الطلبه كيبلغوني بها، وبالاخص نضال العكاشه اللي هو مناضل ديالنا، قال لكم كاينش الانترنت المكتبه الوطنيه حشومه زعما. كنتمنى السيد وزير الثقافه يجاوبني بعدا ويعالجوا هذا المشكل زعما اللي هو بسيط وبسيط جدا. فوالا، جلسات تشريعيه كذلك كنحضر الجلسات التشريعيه، ها هي اخر جلسه تشريعيه كانت الاسبوع اللي فات بالقوانين، مجموعه ديال القوانين اللي صدقت عليها، ودي بدون اي عقده كنقولها لكم ديما، ملي كتكون شي حاجه مزيانه لصالح الوطن ولا صالح المواطنين ديما كنصادقوا عليها، وانا ديما انا الاول وما عندي حتى شي اشكال، تجي من ما بغيت، من المعارضه، من الاغلبيه، من حزب فلان فرتلان، ما كاين حتى شي مشكل. هذه باش الناس تعرف هاد الامور هذه، واغلبيه ديال القوانين كنصوتوا عليها حيت كنعتبروها مزيانه. احيانا كنقولوا ملي كتعجبنا شي حاجه كنقولوها وما كنحشموش نقولوها، حيت هذا الدور ديال الفاعل السياسي والنائب البرلماني يقول داكشي اللي طبقا للقناعات ديالو. فحاولت انا زعما حاولت نكون وفي الوعود ديالي طول هاد الخمس سنين، وكذلك للامور اللي تقدمت بها والاخلاق اللي كنامن بها والمبادئ اللي كنامن بها. فوالا، بالمناسبه كنعتذر للعدد ديال الجمعيات ولا ديال الصحفيين اللي كلهم كنعتذر لهم، كنقول لهم ما نكليش نحضر ديما في التليفون، ما جاوبتهمش كاع تفهموا الموقع ديالي زعما من هذه اكثر من 6 شهور ولا 7 شهور، قلت لكم صبروا عليا واحد شهور دوز انتخابات وسنه زعما الحمد لله ان شاء الله مازال الايام ان شاء الله كنتمنى تكون مازال طويله اللي نتلاقى، وانا توحش الطلبه، توحش نناقش مع الشباب وداك الشيء كله في اي موضوع، ماشي بالضروره السياسه، موضوع احيانا كيكون المسار المهني ديال دوك الطلبه، غير صبروا عليا شويه العام الجاي ان شاء الله يكونوا لقاءات لا بغيتو تعرضوا عليا. كما جرت العاده كتب، دوك كاين تقارير اللي كنقراها اكيد، تقارير لا جات من مثلا حول النموذج التنموي، ولكن التقارير كذلك ديال البرلمان، كان تقرير مهم جدا حول المنظومه الصحيه اللي تراسه السيد رئيس مجلس النواب، مهم دوك التقارير، كنشجعكم اللي كيهتم بالسياسه في البلاد يمشي يقرا دوك التقارير، ولكن كذلك كتب اللي ما عندها علاقه احيانا مع المغرب، منها هادو مثلا كتاب عن دوستويفسكي على القرن 19 في روسيا، كريم شاتيمون، عزيز علي انا دوستويفسكي، وهذا الكتاب مهم جدا في تاريخ ديالو عند دوستويفسكي. كتاب اخر هذا تكلمت عليه هذه شي بعض الاسابيع، سميتو لو كوراج دو لا نيونس، كنحاول نترجمو انا بالشجاعه ديال الاعتدال، وانا شخص معتدل منذ 5 سنين، ماشي عاد اليوم انا وليت معتدل، ديما معتدل. شنو هي بالنسبه لي الاعتدال؟ هي القدره على الاعتراف بالاخطاء، وكذلك القدره على الاعتراف بمي كيكون حتى الخصوم ديالي كيكونوا على حق، ما عندي حتى شي اشكال نقول لهم بانكم على حق، وهذه داخله حتى في الفعل السياسي، ففي التصويت ولا في الدعم لبعض المبادرات ديال الاغلبيه ديال احزاب اخرى ما عندي حتى شي اشكال، كنتمنى نكون بينتها خلال هذه التجربه هذه ديال الولايه. فهذا الكتاب عاد قريته، ولكن
لقيت راسي بحال مرتاح ليه، نسجم مع هاد الافكار اللي فيه، فكنشجعكم تمشيو تقراو. فوالا، موسيقى وفيلم، هذه مجموعين، هذه موسيقى عن هاندل ولكن هي موسيقى ديال فيلم عزيز عليا بزاف، سميتو باري ليندون، حول التحولات الاجتماعية اللي وقعت في القرن 17 في اوروبا. وواحد الشخصية وسط الفيلم اللي كيتحول وسط اوروبا لذاك القرن 17 قبل القرن الانوار، الحالة ديالو تغيرت خلال التحولات اللي كانت في اوروبا بين الملكيات اللي كانوا في حرب واحدة مع الاخرى. فوالا، شكرا بزاف على اللي قاعد يتبع هاد البودكاستات من الاول، وصلت 140، اتوقع زعما راه ماشي سهله 140. الى اللقاء، والسلام عليكم.